Dreaming about fighting every night. You've got a rage problem, right? It's not a problem. Can I shake it? Can I shake it? Can I shake it? I want to kill the cursed thing. He is on this ship, which means that we will never leave it. The devil is real. What was it? What? السلام عليكم جميعا اعزائي المشاهدين، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده واسبوع جديد من اليو اس بوكس اوفيس. وفي حلقه النهارده هنتعرف على ترتيب افضل 10 افلام تحقيقا للايرادات في شباك التذاكر الامريكي مع تقييم وتصنيف لكل فيلم. بس قبل ما نبدا بنفكركم ان لو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك وشير للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نبدا. وهنبدأ بالمركز العاشر بفيلم الرعب The Last Voyage of the Demeter، والفيلم تراجع من المركز الخامس في تاني أسبوع عرض ليه. أما بالنسبة لتقييم الفيلم فحصل على تقييمات 6.5 من 10 على موقع IMDB بإجمالي تصويت 5000 صوت، وحصل على 74% من تقييم الجمهور وعلى 48% من تقييم النقاد. الفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 2,500,000 دولار في السينمات الأمريكية، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات في أسبوعين عرض 11,807,000 دولار في السينمات الأمريكية والعالمية. وفي المركز التاسع فيلم الأكشن ميشن امبوسيبل 7، وهو من نوعية أفلام الأكشن والمغامرة والإثارة. أما بالنسبة لتقييم الفيلم فحصل على تقييم 8 من 10 على موقع IMDB بإجمالي تصويت 128,000 صوت، وحصل على 95% من تقييم الجمهور وعلى 96% من تقييم النقاد. والفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 2,725,000 دولار في السينمات الأمريكية، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات في 6 أسابيع عرض 541,014,000 دولار في السينمات الأمريكية والعالمية. وفي المركز الثامن الفيلم العائلي هانتد منشن، والفيلم تراجع من المركز السادس في رابع أسبوع عرض ليه، وهو من نوعية أفلام الكوميديا والدراما. ما بالنسبة للتقييم فحصل على تقييمات 6.3 من 10 على موقع IMDB بإجمالي تصويت 10,000 صوت، وحصل على 86% من تقييم الجمهور وعلى 41% من تقييم النقاد. الفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 3,000,000 دولار في السينمات الأمريكية، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات في 4 أسابيع عرض 85,232,000 دولار في السينمات الأمريكية والعالمية. Guys, is anybody else seeing this? Yeah, I'm seeing it. Whoa, whoa, whoa! Hold on! If we don't solve this mystery, we're stuck here for eternity. وفي المركز السابع فيلم الرعب Talk to Me، وهو من نوعية أفلام الرعب والغموض والإثارة. والفيلم حصل على تقييم 7.5 من 10 على موقع IMDB بإجمالي تصويت 22,000 صوت، وحصل على 81% من تقييم الجمهور وعلى 95% من تقييم النقاد. الفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 3,157,000 دولار في السينمات الأمريكية، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات في 4 أسابيع عرض 46,177,000 دولار في السينمات الأمريكية والعالمية. What was it? What? I don't know! I let you in. I let you in. Help me! وفي المركز السادس فيلم الأكشن ميك 2، واللي تراجع من المركز الرابع في ثالث أسبوع 10 على موقع IMDB بإجمالي تصويت 1600 صوت،
وحصل على 74% من تقييم الجمهور وعلى 54% من تقييم النقاد. الفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 8,300,000 دولار في السينمات الأمريكية، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات 10,286,000 دولار في السينمات الأمريكية. وفي المركز الرابع فيلم الأنيميشن تينيج ميوتنت نينجا تيرتل، واللي تراجع من المركز الثالث في ثالث أسبوع عرض ليه، وهو من نوعية أفلام الأكشن والمغامرة. أما بالنسبة لتقييم فحصل على تقييمات 7.5 على موقع IMDB بإجمالي تصويت 17,000 صوت، وحصل على 92% من تقييم الجمهور وعلى 96% من تقييم النقاد. الفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 8,425,000 دولار في السينمات الأمريكية، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات في 3 أسابيع عرض 118,430,000 دولار في السينمات الأمريكية والعالمية. Enough talk. I dream about fighting every night. You've got a rage problem, oh, right? It's not a problem. Can I shake it? Can I shake it? Can I shake it? وفي المركز الثالث فيلم السيرة الذاتية أوبنهايمر، واللي تراجع من المركز الثاني في خامس أسبوع عرض ليه. الفيلم من نوعية أفلام السيرة الذاتية والدراما التاريخية. أما بالنسبة لتقييم الفيلم فحصل على تقييمات 8.7 على موقع IMDB بإجمالي تصويت 365,000 صوت، وحصل على 94% من تقييم الجمهور وعلى 94% من تقييم النقاد. الفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 10,600,000 دولار في السينمات الأمريكية، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات في 5 أسابيع عرض 717,842,000 دولار في السينمات الأمريكية والعالمية. وفي المركز الثاني فيلم الفانتازيا باربي، واللي تراجع للمركز الثاني في خامس أسبوع عرض ليه بعد تصدره للبوكس أوفيس لأربع أسابيع عرض متتالية. الفيلم من نوعية أفلام المغامرة والكوميديا والفانتازيا. أما بالنسبة لتقييم الفيلم فحصل على تقييم 7.4 على موقع IMDB بإجمالي تصويت 244,000 صوت، وحصل على 84% من تقييم الجمهور وعلى 88% من تقييم النقاد. الفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 21,500,000 دولار في السينمات الأمريكية، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات في 5 أسابيع عرض 1,279,000,000 دولار في السينمات الأمريكية والعالمية. This is the real world. What's going on? Why are these men looking at me? Yeah, they're also staring at me. خلصت حلقتنا للأسبوع ده، ونشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد.